السلام عليكم مشاهدينا. في شمال سوريا وجنوبها تتحرك الجبهات العسكرية على قاعدة الإمساك بالأرض لتعزيز شروط أي تسوية بين طرفي الأزمة بانتظار الاتفاق على موعد جديد لمباحثات جنيف. في شرق حلب يسجل الجيش السوري تقدما متسارعا مستندا إلى استراتيجية الخطوة خطوة تمهيدا لحسم المعركة في المدينة وأريافها. وفي الجنوب نظر معركة تدار من الخارج بقيادة المخابرات الأمريكية وفق ما يسربه الأعلام في واشنطن. وتقول الواشنطن بوست إن أمريكا وحلفائها اتفقوا على معايير محددة لدعم جماعات مسلحة معارضة لفتح جبهة في الجنوب من درعا ومن حدود الأردن. وبين الشمال الجنوب تتواصل المعارك بين داعش وشقيقاته في دير الزور والرقة وغيرها من المناطق في إطار الصراع على الأدوار والنفوذ والغنائم بين الداعمين الخارجيين. هذا في سوريا. أما في العراق فإن مبادرة جديدة لحل الأزمة في الأنبار لاقت ترحيبا من رئيس الوزراء نور المالكي، وذلك بعد سلسلة إنجازات حققها الجيش ضد داعش في الرمادي وعدد من مناطق المحافظة. شكرا لك ريمي. في مواجهات هي الأقوى منذ عدة سنوات تتواصل في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية انتفاضة المواطنين الفلسطينيين ضد قوات الاحتلال في الذكرى 20 لمجزرة الحرم الإبراهيمي. المواجهات اندلعت إثر محاولة قوات الاحتلال منع المواطنين الفلسطينيين من التظاهر إحياء للمناسبة، وقد استخدم جيش الاحتلال الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع فأصيب العشرات من المتظاهرين. ونقلت مراسلتنا عن مصادر طبية أن إصابات بالرصاص الحي لحقت بالمتظاهرين، كما اعتقل الاحتلال عددا من المتظاهرين وأصيب أحد جنوده بجروح. وكان مستوطن صهيوني قد دخل عام 94 إلى الحرم الإبراهيمي وارتكب مجزرة راح ضحيتها نحو 30 مصليا و150 جريحا. في خطوة قد تضع حدا للأزمة المتواصلة منذ أكثر من شهرين وقعت السلطات الأوكرانية والمعارضة اتفاقا لتسوية الأزمة. الرئيس فيكتور يانوكوفيتش استبق توقيع الاتفاق بإعلان مبادرة تقضي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون تحديد موعد لها وإجراء إصلاح دستوري وتشكيل حكومة ثقة وطنية. الاتحاد الأوروبي سارع إلى الترحيب بالاتفاق الذي جاء بعد سقوط قرابة 80 قتيلا في العاصمة كييف منذ الثلاثاء الماضي، بينهم 13 شرطيا. نجا الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود من الهجوم الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو. مصدر مطلع أكد أن الهجوم أدى إلى مقتل 5 مسؤولين جنود أو جنود صوماليين و9 من الإسلاميين الشباب، وقد تبنت حركة الشباب الصومالية مسؤولية الهجوم. قتل 11 شخصا في تحطم طائرة نقل عسكرية ليبية كانت تقلهم إلى تونس. وأعلنت الحكومة الليبية في بيان لها أن عيسى مفتاح الدوادي العضو السابق في الحكومة الانتقالية كان على متن الطائرة التي تحطمت. وأوضحت أن الدوادي الأمير السابق للجماعة الإسلامية المقاتلة التي كانت محظورة في عهد نظام معمر القذافي كان مريضا ومتوجها إلى تونس للعلاج. تظاهر الآلاف في العاصمة اليمنية صنعاء تحت شعار ثورة ضد الفساد، فيما هددت قوى ثورية بالتصعيد حتى إقالة الحكومة. مراسل الميادين أفاد بيوم ثان من المواجهات بين متظاهرين من الحراك الجنوبي وقوات الأمن في مدينة عدن، وكانت مواجهة أمس أدت إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص على مسيرة معارضة لمشروع تقسيم محافظات الجنوب في محيط ساحة العروض في عدن. ألغى البرلمان التركي القوانين الاستثنائية التي سمحت بإدانة مئات الضباط المتهمين بالتآمر ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في السنوات الأخيرة. وأقر البرلمان حزمة جديدة من القوانين من بينها نقل صلاحيات المحاكم الخاصة إلى محاكم الحق العام. وتشكل هذه الإصلاحات جزءا من جهود رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لتقوية موقع حزبه قبل الانتخابات المحلية وبعد فضائح الفساد التي عصفت بالبلاد مؤخرا. ختام الموجز، عودة إلى ريمي.
يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية شرق حلب بعد سيطرته على قريتي الشيخ نجار والشيخ زيات المتخمتين للمدينة الصناعية. هذا التقدم في مناطق استراتيجية يفتح الباب أيضا لإنهاء الصراع على سجن حلب المركزي ويمهد لعملية حاسمة في المدينة وأريافها. هي بيوت ومحال مدمرة تلاقي كل زائر غامر بالوصول إلى هنا. هي بقايا شعارات المتقاتلين على ما بقي من جدران. هي أطلال حرب دمرت كل شيء حتى الشجر. هنا تلة الغوالي، تلة تفصل ريف حلب الشرقي عن المدينة، تطل على عدة قرى للمسلحين. تم السيطرة على التلال المطل على المنطقة الصناعية الشيخ نجار. الشعارات الباقية تشير على من كان في المكان، لواء التوحيد، العلم المثلث النجمات الذي رفعته المعارضة السورية أولا ثم المسلحون. الجيش السوري دخل إلى التلة ثم إلى قريتي الشيخ نجار والشيخ زيات القريتين المتخمتين للمدينة الصناعية جنوب حلب. الهدف منها تطويق المنطقة الصناعية الشيخ نجار وأخذها بالكامل، ثم التقدم إلى السجن المركزي لفك الحصار عنه. لا تزال سحب القصف والمعارك ترتفع صوب السماء. لم تكن معركة السيطرة سهلة. الدشم والأنفاق في كل مكان. هنا سيف يجاور بقايا رصاص وقذائف، شعارات تشي بأفكار المسلحين، وهنا استشهدت شجرة زيتون بعد دمار البشر والحجر. سيطرة الجيش السوري على الشيخ نجار والشيخ زيات ضيقت الخناق وعزلت المدينة الصناعية عن حلب. لا تزال بقايا بعض المصانع شاهدة على الكارثة الاقتصادية لهذه الحرب. السيطرة على المدينة الصناعية ستعزلها عن الريف الشرقي ليبدأ فك الحصار عن سجن حلب المركزي. كل شيء يوحي بأن الحرب في حلب ومحيطها ليست مجرد معارك متفرقة، ربما هي بداية معركة أوسع. وعند الحدود العراقية السورية قال الجيش العراقي إنه تصدى لمحاولة تسلل لمسلحي داعش باتجاه الأراضي السورية بالقرب من معبر البوكمال الحدودي، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم. وفي دير الزور وقعت اشتباكات بين الجيش السوري والمسلحين في حي الراشدية وحي الجبلية. الجيش السوري استهدف أيضا سيارات ودراجات للمسلحين في محيط جسر البعث بدير الزور. كذلك انفجرت سيارة مفخخة في قرية غربية شرقي بالريف. واشنطن وحلفاؤها اتفقوا على معايير موحدة لمساعدة الجماعات المعارضة في سوريا. هذا ما ذكرته صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية. الصحيفة قالت إنه جرى تصنيف الجماعات المؤهلة للحصول على المساعدات ومن هم غير مؤهلين لذلك. مسؤولون عرب وأوروبيون تحدثوا أيضا للصحيفة عن تغير جوهري تجاه موقف أمريكي أكثر عدوانية. وكانت تقارير غربية قد تحدثت عن إمكان شن مسلحي المعارضة هجوما على دمشق بدعم أمريكي وسعودي انطلاقا من الجبهة الجنوبية في حوران. ومن دمشق ينضم إلينا الخبير الاستراتيجي سليم حرب. أهلا بك سيد سليم. مجريات معركة الجيش السوري في شرق حلب، أخبرنا أكثر عنها، المجريات الميدانية والعسكرية. بداية تحية لكم ولمشاهديكم الأكارم. يعني دعيني أقول بداية أن الجيش العربي السوري قبض على المبادرة في المنطقة الشمالية عموما وتحديدا في الريف الشرقي لحلب. ويعني من حيث الحسابات المنطقية الميدانية والقتالية الآن عملية الجيش العربي السوري مفتوحة والمبادرة بيده، وما تبقى من فلول العصابات الإرهابية أعجز من أن يستطيع الوقوف أمام الجيش العربي السوري، ناهيك على أنه لا يستطيع ولن يستطيع في المستقبل أن يحقق أي إنجاز بالمفهوم العسكري القتالي. هذا أصبح واضحا، وربما الميدان أصدق إنباء من أي أحد في هذا العالم، وخاصة أن الجيش العربي السوري بدأ عمليته المفتوحة وقبضه على أهم المواقع والتلال الاستراتيجية، وخاصة بعد النقارين وبعد الطيارة، ووصولا إلى تجاوزه الآن وتطهيره مدينة الشيخ أو بلدة الشيخ نجار وبلدة الشيخ بيات، وأيضا سيطرته على تلة الغالي وتلة السيريتيل. وأنا أعتبر هذا الإنجاز وتطويقه أيضا للمنطقة الصناعية وبدء التعامل الناري والقتالي مع مجاميع الإرهاب في المنطقة الصناعية وإحكام
تم شبه يعني الطوق على ما تبقى من أحياء حلب القديمة، وخاصة بهجومه بثلاثة اتجاهات، الاتجاه الجنوبي وخاصة باتجاه المرجي، وكسره لكل المعدلات والحسابات بوتائر تقدم عالية جدا، وأيضا تضييقه في منطقة الكروم على أحياء حلب الشرقية القديمة، وخاصة منطقة كرم ميسر وكرم الطراب وكرم الجزماتي وكرم حومد، وأيضا يعني توجهه يعني ربما بأكثر من منطقة بالاتجاه بالهجوم العملياتي باتجاه المحطة الحرارية وباتجاه السجن المركزي. أي بمعنى بالحديث عن السجن المركزي سيد سليم، سجن حلب المركزي يمثل أهمية كبيرة في إطار المجريات الميدانية في هذه المعركة، أخبرنا أكثر عن أهمية سجن حلب المركزي. نعم نعم نعم، أنا أقول لك أن الجيش العربي السوري الآن ميدانيا واقعيا كسر واخترق الخطوط الدفاعية الأولى والثانية التي كانت تتحصن فيها العصابات الإرهابية في المنطقة الشرقية، وخاصة المتاخمة لبعض أحياء حلب الشرقية والأبعد من ذلك وصولا إلى مدينة الشيخ نجار. أي بمعنى بدأت دفاعات مجاميع الإرهاب في هذه المنطقة تنهار حقيقة، وبدأ الجيش العربي السوري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على مشارف السجن المركزي، أي بمعنى حوالي عدة كيلومترات من 3 إلى 4 كيلومتر، وبالمنطق الحسابات الاستراتيجية والتكتيكية والنارية والقتالية الآن يستطيع الجيش العربي السوري السيطرة والتأثير أيضا ومساندة القوات العاملة والمدافع عن السجن المركزي. حقيقة الأمر يعني السجن المركزي ما تبقى من مجاميع الإرهاب ومن محاولاتهم اليائسة والانتحارية والسيارات المفخخة واستخدام كل الأساليب في اقتحام السجن المركزي وباءت بالفشل، يعني يوصلنا إلى يقين مطلق أن ما تبقى من العصابات الإرهابية هي أعجز من تحقيق هذا الوهم وهذا الحلم باقتحام السجن المركزي. وهذا أصبح واضعا بالرغم من أن الكثير من هذه العصابات الإرهابية تلملم ذواتها وفلولها من اتجاه منبج ومن اتجاه جرابلس ومن اتجاه أيضا شمال شرق الباب، لكنها فعلا يعني أعجز من أن تستطيع تحقيق هذا الأمر. والأهم من ذلك أن العملية التي توهمت العصابات الإرهابية وحشرت لها ربما أكثر من 5000 إرهابي في منذ 10 أيام ومحاولة اقتحام السجن المركزي كانت آخر العمليات التي يمكن أن تقلق الجيش العربي السوري في هذه المنطقة. لذلك أنا أقول أن ربما أصبحت معركة السجن المركزي ربما في نهاياتها أولا من حيث قدرة الجيش العربي السوري للوصول إلى هذه المنطقة، سيما أن الجيش يستخدم عدة تكتيكات، أولا يقتحم يحرر يطهر. ماذا تغير في التكتيك على الأرض سيد سليم، في التكتيك الذي يتبعه الجيش السوري والاستراتيجية العسكرية؟ أخبرنا أكثر تفاصيل عسكرية على الأرض، ماذا تغير بالفعل؟ أولا الذي تغير تغير كثيرا جدا. أولا الجيش العربي السوري دائما وأبدا يعني يقتحم يطهر يحرر هذه المناطق، ثم يستعد أيضا لصد بعض مجاميع الإرهاب التي يمكن أن تحاول محاولات يائسة بإعادة السيطرة على هذه المناطق وتباد حقيقة على أيدي الجيش العربي السوري. لكن الجيش العربي السوري الآن يستخدم ما يسمى تكتيك القضم المتدرج، وما يسمى أيضا بشكل أكثر دقة تكتيك القضم والهضم، أي بمعنى يقضم بعض المناطق ويستوعبها ويسيطر عليها ويؤمنها، ثم يخطط لتكتيكات أخرى وتقدم آخر، لكن بشكل هادف ربما بطيء قليلا لكنه هادف جدا. أي بمعنى يطمئن اطمئنانا كاملا بأن ما تبقى من العصابات الإرهابية أعجز من إعادة الهجوم والسيطرة على هذه المناطق، ويخطط بإحكام وينفذ بإقدام، وخاصة بما ربما يساعده أولا على الوصول إلى بعض المناطق وبعض التلال الاستراتيجية كالتلة كما قلت تلة الغوالي. نعم. المهمة جدا جدا والتي من خلالها يسيطر هي وتلة السيرية يسيطر على أغلب أحياء حلب الشرقية التي ما زالت بعض العصابات الإرهابية ربما تتموضع وبعد فيها السيطرة. الأهم من ذلك أنه استخدم الآن تكتيكا مركبا، أي بمعنى الالتفاف والإحاطة والهجوم من أكثر من اتجاه، وفي إطار الهجوم يستعد في بعض الاتجاهات لصد مجاميع إرهابية، أي بمعنى مزج بين هادفية الدفاع وهادفية الهجوم، في إطار الهجوم يصد الكثير من فلول العصابات الإرهابية التي تحاول أن تناور أو تداور على مجدبات قوات الجيش العربي السوري. لكن حقيقة إحكام هذه الخطة ببعدها التكتيكي، أنا أعتقد أن الأمور بمنطق الحسابات بتوضع الجيش العربي السوري بانتشاره بتقدمه الهادف وبقدرته على سحق الكثير من مجاميع الإرهاب أصبحت المعركة بقبضته ليس فقط في المنطقة الشرقية وخاصة
أنه بما حققه الآن يعني عزل إلى حدود مطمئنة جدا أي إمكان للتواصل مع مجاميع الإرهاب وما تبقى من مجاميع الإرهاب مع حلب أحياء حلب الشرقية من جهة الباب ومن جهة منبج. وربما الآن يمكن القول أنه شبه أحكم الحصار على هذه المنطقة، وأعتقد أن القادم من الساعات والأيام القليلة ستمكن الجيش العربي السوري من إنهاء ما يسمى معركة السجن المركزي، وأيضا الانطلاق لاحقا في إطار خطة استراتيجية، أي بمعنى ما حققه الآن هو وقفة نعم وبالسيطرة على سجن حلب المركزي، وأيضا بتمركز الجيش السوري في هذه المناطق الاستراتيجية التي تحدثت عنها، يعني تثبيت نقاط عسكرية لمنع عودة المسلحين إليها. يمكن القول ربما أن معركة حلب حسمت بكم نسبة في المئة عسكريا على الأرض؟ يعني أنا بمنطق الحسابات ولست يعني فقط بمنطق التمني، أنا أقول بمنطق الحسابات بواقع انتشار الجيش العربي السوري وما حققه في هذه المنطقة وتحديدا في بعض المفاصل الاستراتيجية وواقع العصابات الإرهابية وما تبقى من فلولها وعجزها عن إمكانية تحقيق أي منجز فعلا، وأكثر من ذلك عجزها عن الثبات أمام تقدم الجيش العربي السوري، أنا أقول أن الجيش العربي السوري بما يتعلق في هذه المنطقة في منطقة شرق حلب تحديدا ومحيط مطار حلب الدولي ومحيط أيضا مدينة الشيخ نجار الصناعية ووصولا إلى أحياء حلب الشرقية، أنا أعتبر أن الجيش العربي السوري حقق 70 إلى 80% من هدف العملية، وهذا الأمر ربما يعني سيخلق شروط ملائمة للعملية الأوسع التي ستمتد شمالا وصولا نعم. إلى الكثير من هذه المناطق في شمال حلب ويعني نبول والزهرة والكثير من هذه بعيدا المناطق عن حلب ربما، ولكن أيضا معركة مهمة سيد سليم، معركة يبرود والقلمون تتصدر الأخبار في هذه الأيام، أخبرنا أكثر عن معركة يبرود والقلمون. هناك سؤال طرح في الفترة الأخيرة، هل يشعل المسلحون جبهة درعا يعني لإبعاد الضوء عن يبرود والقلمون ربما؟ يعني أنا أعتقد قبل أن أنتقل إلى القلمون، أعتقد بمنطق الحسابات أيضا على المستوى الوطني ليس فقط على المستوى العسكري، على المستوى العسكري على كامل الجغرافيا، لأن الجيش العربي السوري فعلا يمتلك زمام المبادرة ولا يستطيع أحد انتزاعها منه. أنا أعتبر أن معركة حلب بمفاهيمها وخواتيمها الاستراتيجية أصبحت بقبضة الجيش العربي السوري، وهذا يلقي بظلالها على معركة القلمون أيضا. الجيش العربي السوري أيضا اقتحم وكسر خط الدفاع الأول التي كانت العصابات الإرهابية في منطقة يبرود ربما تعول عليه الكثير والكثير جدا، عندما استطاع الجيش العربي السوري أن يحكم الطوق بشكل شبه كامل تقريبا على المستوى الناري والقتالي، وربما في بعض المناطق لا يبعد سوى عشرات وربما مئات الأمتار عن محيط يبرود، وخاصة عندما استطاع السيطرة على منطقة الجراجير وعلى منطقة المعابر، جل هذه المعابر وعلى يعني أهمها معبر زمران، ووصولا إلى السحل ووصولا إلى مزارع ريما وتلة الكويتي ووصولا إلى مشارف أيضا المنطقة الفاصلي والجرود بمنطقة القسطل ورأس المعرة أيضا، ووصولا إلى فليطة، والتضييق كثيرا جدا على ما تبقى من العصابات الإرهابية في يبرود، وبنفس الوقت أيضا التعامل بعمليات نارية قاسمة تصيبهم في مقتل ربما لا يتوقعون أن تكون بهذه الهدف في ما تبقى من العصابات الإرهابية، وخاصة في قلب يبرود تحديدا في المغاور والأوكار والسراديب، وخاصة في شارع وادي شارع طريق أبو فاروق وأيضا دوار الجرة والشارع العريض وفي كثير من هذه المناطق. وبمنطق الحسابات أيضا وواقع وانتشار الجيش العربي السوري وقراره المتخذ والتي لا رجعة عنه باجتساس هذه العصابات الإرهابية وتطهير يبرود، وخاصة أنه جفف كثيرا وكثيرا جدا نعم. إمكانية المناورة من وإلى يبرود سواء من رنكوس أو من عسال الورد وحتى إلى نعم. عرسال، وخاصة انتشار الجيش العربي السوري وحشده في هذه المنطقة وقراره والمواقع التي اتخذها وحررها وطهرها الآن وقدرته النارية والقتالية وواقع العصابات نعم بالحديث عن القدرة التي يمتلك الجيش السوري الآن. سيد سليم بالحديث عن هذه القدرة، وتفضلت بالقول منذ قليل أن الجيش غير استراتيجية العسكرية والميدانية في حلب، هناك حديث ربما عن حزام أمني سيفرض على الجولان المحتل وربما حظر جوي، هل ترى إمكانية هذا الموضوع وارد واقعيا على الأرض؟
هو أنا أعتقد أنه تصعيد أمريكي كبير جدا، وخاصة قبل الجولة الثالثة من جنيف، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تتقن استراتيجية حافظ الهاوية، هذا أولا. ثانيا دائما تستخدم استراتيجية إما وإلا، وهناك تصعيد على المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي وعلى المستوى اللا قانوني باتجاه مجلس الأمن وعلى المستوى الميداني العسكري، لكن حقيقة الأمر أن يصرف هذا الأمر بعدوان أمريكي إسرائيلي باتجاه الجولان، أنا أعتقد هذا الأمر مستبعد، لأنه يعتبر عدوانا ليس فقط يعني يمكن تأطيره على المستوى المحلي، سيمتد إقليميا ودوليا، لكن إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما تعمل عليه فعلا وتحاول اقتطاع ما يسمى جزء من هذه العصابات الإرهابية وتسويقها على أنها إرهاب معتدل وجلها الآن ينتمي إلى الجبهة الإسلامية وجبهة النصرة وداعش، لذلك أنا أقول أن هذه التنظيمات الإرهابية هيمنت فكريا وميدانيا على كل ما تبقى، والصراعات بينما يسمى مكونات الجيش الحر، لا يوجد ما تبقى من هذا الجيش المسمى جيش الحر، لا يوجد ما يمكن الصراع عليه أساسا انضوى في إطار جبهة النصرة والجبهة الإسلامية وداعش. لذلك الآن يعني ما تعول عليه الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والكيان الإسرائيلي والأردن لربما دفع بعض قطعان العصابات الإرهابية باتجاه درعا والمنطقة الجنوبية لتغيير موازين قوى والتهديد بالوصول إلى العاصمة دمشق أو إلى النبيك، هو محاولة لرفع معنويات ما تبقى من مجاميع الإرهاب في الغوطة الشرقية التي يحصرها الجيش العربي السوري ويضيق أنفاسها، وربما محاولة لي زراع الجيش العربي السوري بالمناورة من ببعض التشكيلات باتجاه المنطقة الجنوبية. لكن أنا أقول جزيل الشكر. الرؤية الاستراتيجية، لو سمحتي لي بكلمة، تفضل. الرؤية الاستراتيجية للجيش العربي السوري كانت وما زالت وستبقى تركيز جهودها الرئيسية على المستوى الاستراتيجي بأن التهديد سيأتي من المنطقة الجنوبية من الكيان الإسرائيلي، لذلك لسنا بحاجة إلى إعادة المناورة، وكل هذه الأوهام والأحلام سيكون مصيرها كما الأحلام والأوهام التي سمعناها عن المعارك والزلازل وصعاد الصفر التي تحطمت تحت أقدام الجيش العربي السوري وهم أعجز من تغيير موازين القوى. شكرا لك ليس جزيلا. فقط في الطرف الحدود إنما على كامل الجغرافيا. شكرا لك جزيلا سيد سليم حرب الخبير الاستراتيجي، كنت معنا مباشرة من دمشق. يصوت مجلس الأمن الدولي غدا على مشروع قرار غربي حول الوضع الإنساني في سوريا، نقاط خلافية بشأن المشروع لا تزال عالقة بين موسكو والعواصم الغربية، والصيغة النهائية لن تعرف إلا في اللحظات الأخيرة. يتجه مشروع القرار الغربي المطروح على مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في سوريا إلى الإخضاع للمزيد من التجذيب بعد تعديلات كثيرة أدخلت عليه بهدف تجنيبه الفيتو الروسي، فموسكو تعتبر القرار متحيزا، وأرجأت الجمعية العامة جلسة كانت مقررة بناء على طلب سعودي للاستماع إلى تقارير عن الحالة الإنسانية في سوريا إلى الثلاثاء المقبل. وفد ما طلب منحه بعض الوقت من أجل تلقي توجيهات من حكومته، ونحن مستعدون لمنح هذا الوقت لهذا الطلب الحكيم، وأعتقد أننا سنصوت على مشروع القرار قبل نهاية الأسبوع. التنازلات شملت عدم إدراج القرار تحت الفصل السابع والابتعاد عن التهديد بالمحكمة الجنائية الدولية، أما الأمانة العامة للأمم المتحدة فبقيت تراهن على عملية جنيف وحدها وتناشد المجتمع الدولي تقديم المزيد من المساعدات وسط عزوف عربي عن الدعم، فنسبة الدعم الإنساني بعد مؤتمر الكويت الأخير لا تتجاوز 11% من المطلوب. خاب أملي من أن جولتي مباحثات لم تحرز تقدما طيبا في جنيف، لكن علينا أن لا نكون متشائمين كثيرا، علينا متابعة العملية، لا خيار لنا سوى مواصلة مؤتمر جنيف. في الوقت نفسه أحث المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم الإنساني. لا تبدو الدول الغربية في وضع يمكنها من فرض تنازلات كثيرة على الجانب الروسي في مجلس الأمن الدولي، ذلك أن المصالحات السورية الكثيرة فاجأتها، والانتكاسات الميدانية وانفراط عقد المجموعات المسلحة في بعض الأماكن أربكها، كما أنها تبدو عاجزة عن معالجة أزمة إنسانية ساهمت كثيرا في صنعها. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. فرضت الأزمة السورية ظاهرة جديدة هي السير على الأقدام بأسباب عديدة، منها زحمة السير وقلة المواصلات. السوريون يقضون ساعات يومية مشيا على الأقدام للوصول إلى مقر العمل أو الجامعة. محمد عاصي. ساعات عديدة يمضيها أبو محمود يوميا للوصول إلى مقر عمله ذهابا وإيابا مشيا على الأقدام، همه الوصول إلى وظيفته من دون تأخر، فيطلق الريح لساقيه في سباق مع الوقت.
هكذا أصبح يعد ساعاته ويحسب أيام عمله. عم بروح على وظيفتي ماشي وبرجع ماشي، بتاكل معي الوقت، بروح شي ساعة وبرجع شي ساعة لأنه زحمة بالسرابيس، بقى بلاقي ماشي أفضل لي. أبو محمود وغيره من ألاف السوريين غيرت الحرب من أبجديات حياتهم. هؤلاء يقضون حوائجهم غالبا سيرا على الأقدام، فلا زحمة سيارات تعيق حركتهم. أضف إلى ذلك غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد النفطية وضعف شبكة المواصلات. حسب الوضع أيام بمشي مشي من مزة عبابة مصلى، يعني بالسعر باكل تقريبا شي 3/4 الساعة. أيام نطلع من جسر الرئيس للربوة ماشي لحتى نقدر نلاقي مواصلات. المناطق اللي موجودة بالشام غالبا ما فيك تروح توصل إلا مشي. موظفون وطلاب كلهم أصبحوا جزءا من هذه الظاهرة، منهم من يمشي ساعة ومنهم من يمشي ساعتين يوميا كي لا يتأخر عن وظيفته أو دراسته. عم نكره نطلع بالسرافيس، عم نكره نطلع بالهي، مفضل إنه نطلع مشي. تأخذ معي المسافة تقريبا ساعتين لأني عم بجي من جرمانة لهون على البرامكة. زحمة الأقدام أو الماشون ظاهرة فرضتها الأزمة السورية بقوة، لكن البعض تأقلم معها إلى حد التناغم حتى أصبحت رياضة وجد فيها ضالته الصحية. حتى يقدر يوصل للمكان اللي بده إياه بيحتاج لوقت طويل، صار يلجأ إلى المشي، والمشي هي طريقة بتوقع إنه صارت حلوة صحيا. بقدر ما هو متعب بقدر ما هو مفيد، يعني بيعتبرها الواحد رياضة. لا والله بالعكس نشاط، يعني خلينا نتنشط، ما أنا شايف واحد خليه أحسن له. يعني كل يجي وراء غايته، فمنهم من يمشي الهوينة ومنهم من يمشي متسارعا، وهنا تقتز الشوارع ولا صفة بالناس. إنه أشبه بجيش صغير من الموظفين والطلاب والعمال يبثون الحرارة في شرايين المدينة. محمد عاصي، دمشق، الميادين. السلام عليكم. أكد مدير عام المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان تحسن نسبة السيولة لدى المصرف بنسبة 23% بسبب زيادة الإيداعات وتحصيل بعض القروض، ولا سيما في مؤسسات القطاع العام. وبين زيدان أن المصرف قام بصرف مبالغ المحاصيل الزراعية للعام الماضي والبلغ نحو 50 مليار دولار. حجم الإيداعات وصل إلى نحو 32 مليار ليرة سورية مع نهاية العام، أما حجم السيولة المتوفرة فبلغ نحو 18 مليار ليرة سورية. أكد وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس توفر مادتي المازوت والبنزين في محطات الوقود الحكومية والخاصة في سوريا، وأن لا وجود لأي أزمة ولا داعي لتهافت المواطنين على الشراء. ورأى العباس أن المواطن السوري بدأ يلمس نتائج الجهود التي بذلتها الحكومة ووزارة النفط لتأمين المشتقات النفطية التي تعد العصب الرئيسي للنقل والصناعة والزراعة ولعدد آخر من القطاعات الاقتصادية. وصلت إلى مطار القمشلي في محافظة الحسكة السورية طائرة مساعدات غذائية قادمة من مطار إربيل العراقي، مقدمة من برنامج الأغذية العالمي للأسر المحتاجة والوافدة إلى الحسكة من المحافظات الأخرى هربا من المعارك. مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي في القمشلي عفراء نوح أشارت إلى أن الطائرة تحمل على متنها 39 طنا من المواد الغذائية المتنوعة، مؤكدة أن وصول الطائرات سيستمر حتى 27 من الشهر الحالي لإيصال نحو 12 ألف حصة من المواد الغذائية للمحتاجين السوريين. تنطلق يوم الاثنين المقبل الدورة 27 للمعرض العالمي للأغذية غالف فود في دبي بمشاركة 4500 شركة تمثل 121 دولة من بينها سوريا التي تشارك ب 17 شركة. مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية إيهاب اسمندر قال إن الهيئة تدعم الشركات المشاركة في المعرض منذ عدة سنوات من خلال المساهمة بنحو 50% من تكلفة مشاركتها في المعرض الذي يعد الأهم في الشرق الأوسط. هذا كله ما لدينا من أخبار اقتصادية سورية، نلتقي بعد قليل مع أخبار اقتصاد العراق. مبادرة جديدة لحل الأزمة في الأنبار تلاقي ترحيبا من رئيس الحكومة نوري المالكي. يقول نواب من ائتلاف دولة القانون إن نجاح أي مبادرة ليس مربوطا بقبولها من المالكي، وإنما بإمكانية تطبيقها، خصوصا لجهة قيام المسلحين بتسليم أنفسهم وسلاحهم لأجهزة الأمن. من يضمن قبول المسلحين بذلك؟ وهل قرار عودتهم عن حمل السلاح يعود لهم أم للقوى التي تمول وتدعم حربهم ضد القوى الأمنية العراقية؟ وهل القضية تقف
عند حدود مبادرة معينة، أم أن ما تواجهه الحكومة هو خطة لتدمير مشروع بناء الدولة؟ ماذا في المبادرة الجديدة وإمكانية نجاحها؟ إصدار عفو عمن غرر بهم من أبناء الأنبار لحمل السلاح وتعويض المتضررين من جراء العمليات المسلحة هي خطة الحكومة العراقية أصلا لحل أزمة المحافظة الواقعة غرب العراق، قدمتها هذه المرة حكومتها المحلية تحت لافتة حل أزمة الفلوجة. لكن المدينة لم تتوقف عند حدودها الاشتباكات، ولم تعلن عشائرها طرد داعش، وما من شيء يشي بإعلان المسلحين الخروج أو الانسحاب أو إلقاء السلاح، فهؤلاء بحسب وزارة الدفاع العراقية معتقلون من داعش، ألقي القبض عليهم بالجرم المشهود. الحل الجوهري غير ممكن، قد تكون هنالك حلول مؤقتة هدفها التهدئة، ولكن حل جوهري أنا في تصوري بحاجة لإعادة إنتاج الدولة من جديد. قصف تجمعات المسلحين سيتوقف، لكن القوات المسلحة ستعاود قصف أي منطقة تنطلق منها أعمال مسلحة، هكذا تترجم القيادة العسكرية العراقية القرار السياسي، فالمجال قد يتسع لاستغلال مبادرات الحل ولخرقها بضربات نوعية ينفذها المسلحون. قد يكون هناك بعض من غرر بهم سيعودون إلى رشدهم بهذا العفو، لكن أيضا لا نمنع من أن يكون الحل أيضا سياسيا وأن يكون هناك مؤتمر كبير لضم شيوخ العشائر. وفيما سيخصص ضمن المبادرة ما يقارب 10 مليون دولار كقيمة أولية لتعويض أصحاب المنازل المتضررة من جراء العمليات، فإن تعويضات الدوائر والمؤسسات الحكومية ستكون من الوزارات التي تتبعها. وسواء أكانت المبادرة من الحكومة المركزية أم المحلية في الأنبار، فإنها تعد فرصة ثانية وبابا يفتح لحل سياسي يطرحه من يكتسب شرعية سياسية ودعما أمميا في هذه الحرب. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. ومن بغداد ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية عصام الفيلي. أهلا بك دكتور عصام. هل تمثل هذه المبادرة حلا مؤقتا أم هي حل جذري لما يجري في الفلوجة والأنبار؟ يعني في البداية تحية لك سيدتي ولكل مشاهدي قناة الميادين، وشكرا على هذه الاستضافة. أعتقد أن هذه المبادرة اليوم حينما أتت حقيقة قبل ذاك هذا وذاك، كان هنالك حضور لرئيس الوزراء في قاعدة الأسد في مدينة الرمادي، التقى بكثير من الشخصيات، وورا انتهاء الزيارة طرح كثير من الأمور التي أعلنوا صراحة أنها كانت بداية لترطيب الأجواء بين كثير من الأطراف، متمثلة بموضوع منح عفو لكثير من المسلحين، وبالتالي أن الحكومة العراقية قدمت بادرة حسن نية. ترتب على هذا اليوم المبادرة لم تأتي من الحكومة لسبب بسيط جدا، أن المبادرة اليوم أتت من قبل دعني ما يسمى بمجلس الفلوجة، عشائر الفلوجة، وبالتالي هي مبادرة تكاد تكون ترضية نصفية بين جميع الأطراف، متمثلة بأولا انسحاب قطعات الجيش إلى الأقضية والنواحي خارج مدينة الفلوجة، حقيقة تقديم أو تعيين قائم مقام جديد، مدير شرطة جديد، وبالتالي يعني ليس هذا فقط تعويض المتضررين. اللافت للنظر أن في هذه المبادرة من قبل مجلس الفلوجة ومجلس رجال الدين أعلنوا صراحة بضرورة عدم حضور أي سياسي وأي برلماني، وهذا يدل على أن القوى السياسية للمكون السني كانت بعيدة عن الساحة، بل دعيني أقول أن سر مأساة المكون السني هو قيادات التي سوقت نفسها على أساس أنها الممثل وأنها الراعي لحقوق أهلنا السنة، ولكن في واقع الحال هي كانت تذهب من أجل التفاوض على حقوق. أليست هذه القوى هي الممثل دكتور؟ أليست هذه القوى هي الممثل الفعلي؟ نعم، أعتقد أن هنالك مسألة أساسية. هذه القوى السياسية كما تعلمين في بنية اجتماعية عشائرية، بنية اجتماعية دعيني أقول تكاد تكون دينية، منحتها الجماهير الثقة وفق أطر عشائرية، وبالتالي للأسف الشديد طالما أنه ليست هنالك مراجعة سياسية للمنجز السياسي لهذه الطبقة،
تمخض عن هذا كانت هنالك عدم إيصال كثير من معاناة أهالي فلوجة للحكومة المركزية. هذا جانب. الجانب الأهم كل هذا وذاك، أعتقد أن هذه القوى السياسية، وأنا لا أتحدث بالمطلق ولكن أتحدث بالمجمل، كثير منها كانت هي تبحث عن مصالحها. اليوم حينما حصل موضوع أزمة الفلوجة أدرك الجميع أن هؤلاء لا يمثلون همومهم، لأن من الثابت والبديهي سيدتي النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة. نعم. وبالتالي هؤلاء، أنا أتعجب سيدتي لو سمحت لي، كيف النائب يدعي أنه يمثل الأنبار والفلوجة وهو على مدى 4 أعوام يجلس في أحياء بغداد الراقية ولا يذهب إلى أهلهم. دكتور عصام، ربما لمعرفة أكثر الموقف الفعلي من الفلوجة، ابقى معنا لو سمحت. ينضم إلينا من الفلوجة الشيخ عبد الرحمن الزوبعي، رئيس مجلس شيوخ عشائر الفلوجة. أهلا بك شيخ عبد الرحمن. بداية، المبادرة وافق عليها رئيس الوزراء نوري المالكي، هل ستلتزمون بها كعشائر؟ وما الدور الذي ستمثلونه فعلا بإنجاح هذه المبادرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احييك واحيي ضيفك الكريم الاستاذ عصام. اهلا بك. واحيي مشاهدي قناه الميادين. الحقيقه المبادرات في الفتره الاخيره كثرت، ولا نعرف كم مبادره. رئيس الوزراء اطلق مبادره اثناء زيارته لمحافظه الانبار، ويوم امس مجلس محافظه الانبار ايضا اطلق مبادره. هذه حقيقه لا زالت هذه المبادرات التي تطرح بين فتره واخرى لا تتعدى الاستهلاك الاعلامي، ولا زالت لا تلامس الواقع، حيث لا زال القصف العشوائي على المدنيين والمستشفيات بالمدفعيه البعيده المدى والثقيله والطائرات، والعالم يشاهد الضحايا المدنيين من الاطفال والنساء. وبالمقابل لم تحقق العمليات العسكريه اي نتيجه لصالح الجيش. نعم تفضل. فالملاحظ منذ البدايه ولحد الان من بدايه الازمه ان المراهنه لا زالت على معاناه المواطنين الابرياء الذين هجروا بمئات الالوف خارج مدنهم واتخذتهم وسيله للمساومه. اين هي هذه المبادرات؟ لكن شيخ عبد الرحمن، ما يجري في الفلوجه والانبار هو بلا سبب، بدون سبب يعني فعلي على الارض، الحديث عن عناصر داعش، الحديث عن البيئه الحاضنه للمسلحين. هل يمكن اليوم، هل يمكن اليوم حضرتك كرئيس، حضرتك اسمح لي كرئيس مجلس شيوخ عشائر الفلوجه، هل يمكن ان تقنع المسلحين بتسليم الاسلحه وتسليم انفسهم للقوى الامنيه؟ لو سمحت لي، احنا حتى ما نخلط الاوراق، السبب الرئيسي الذي اودى بهذه الازمه ليس دخول داعش وغير داعش وهذا خلط الاوراق. القضيه وما فيها انه الناس خرجت منذ اكثر من سنه ونيف في 6 محافظات وعانت الحر والبرد وكانت تطالب بمطالب، ولكن الحكومه صمت اذانها وتجاهلت هذه المطالب، وفي نتيجه نهايه الامر قامت بازاله ساعات الاعتصام وبقوه وبدون ان تلبي اي مطلب من هذه المطالب. هذا هو الذي دفع الالاف من ابناء العشائر في هذه المحافظه للقيام بهذه الثوره ضد الحكومه. وفي بالثوره المسلحه يمكن ان نقول محافظه الانبار شيخ عبد الرحمن، بالثوره المسلحه رئيس الوزراء، نعم يمكن أن نقول بالثورة المسلحة، هذه الثورة أطلقها أبناء الأنبار، لماذا هي ثورة مسلحة اليوم؟ بالتالي عندما يكون هناك سلاح في الشارع بين المواطنين، على القوى الأمنية أن تستعيد السيطرة وأن تضمن الأمن، وأيضا تنظيم القاعدة يلعب دور مهم وأساسي كما نعلم. أنت حينما تطالبين بحقوق لديك خيارين، الخيار الأول خيار سلمي، والخيار السلمي التزمنا به منذ أكثر من سنة وطالبنا به والعالم كله شهد بذلك، ورئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة أقر بأن المطالب التي خرجت لأجلها الجماهير هي مطالب مشروعة. والخيار الثاني هو الخيار المسلح، الخيار المسلح هو الذي ألجأنا إليه السلطة، هي التي ألجأت هذه الجماهير إلى هذا الخيار. اما خلط الاوراق وقول انه داعش والقاعده وغيرها، الكثير يشهد انه القيادات الموجوده لثوار العشائر هم ناس بعيدين كل البعد عن ما يسمى تنظيم القاعده وعن داعش. شكرا لك جزيلا رئيس مجلس شيوخ عشائر الفلوجه الشيخ عبد الرحمن الزوبعي. واعود الى ضيفنا من بغداد الدكتور عصام الفيلي. دكتور عصام، كما سمعت من الواضح ان عشائر الفلوجه لا تلتزم او لا تعترف حتى بهذه المبادره التي وافق عليها رئيس الوزراء نوري المالكي.
يعني هنالك مسألة حقيقية علينا أن نتذكر في كثير من الدول العالم التي لديها تجارب ديمقراطية، من حق الإنسان أن يذهب إلى الاعتصام، من حق الإنسان أن يحاور، من حق الإنسان أن يطرح فكرته، ولكن متى ما حمل الإنسان حقيقة الأمر السلاح بوجه الدولة فإنه يتحول إلى عنصر إرهابي لأنه يخل بالأمن ولكن والنظام. العشائر لأن تقول اليوم أنها التزمت أنها التزمت بالخيار السلمي، ولكن السلطات العراقية والحكومة لم تستجب إلى هذه المطالب سلميا، وبالتالي ذهبوا إلى خيار السلاح. اليوم أنا أتحدث كمواطن عراقي، والذي يهمني هو دم الجندي العراقي مثل ما يهمني دم جنود أو مواطني أبناء الأنبار. اليوم هنالك خلط في الأوراق. سيدتي الفاضلة، تنظيم داعش يقوم بقصف مستشفى مدينة الفلوجة ويدعي بأن النظام السياسي في العراق هو الذي يقصفها. هذا ما أكدته القيادة العامة. يوم أمس كان هنالك انشقاق من كبار قادة داعش، وذهب إلى حميد الهايس رئيس مجلس محافظة الأنبار وقال بالنص: نحن اتفقنا مع داعش على عدم تفخيخ الطرقات، عدم قتل المدنيين الأبرار، عدم ضرب المدن، ويعني عفوا عدم ضرب المؤسسات الحكومية. اليوم كل الجسور الموجودة في محافظة الأنبار في محافظة الفلوجة هي عرضة للتدمير. أنا أريد أن أتساءل، هل هذا الجسر يمر عليه الحكومة أو رجالاتها أو أحد؟ الجسر خاص بكم سادتي الأفاضل. إضافة إلى كل هذا، أعتقد أن المبادرات هذه التي تطرح من قبل أطراف من مدينة الفلوجة ومتمثلة بمجلس العلماء، مجلس الشيوخ، قد يكون هناك شيخ أو شيخان يرفض هذا. وبالتالي علينا أن لا ننسى أن كثير من أبناء محافظة الأنبار والفلوجة الآن أصبحوا رهائن بيد هذه التنظيمات. وبالتالي كل تصريح يبرز من قبل أي شخصية موجودة عشائرية اجتماعية في مناطق تخضع إلى ضغوط هؤلاء لابد أن يكون في حسابات الحذر. هذا جانب. نعم نعم دكتور، لضيق الوقت الفكرة وصلت إلى المشاهدين، شكرا لك جزيلا دكتور عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية، كنت معنا مباشرة من بغداد. والآن نعود إلى زميل عبد الله ظاهر وأخبار العراق الاقتصادية. مساء الخير من جديد ريمي. أهلا. أهلا بكم من جديد. صنف العراق كسابع دولة في العالم تمتلك احتياطيات من النفط بحسب تصنيف مؤسسة بزنس انسايدر العالمية الخاصة بالقطاع الاقتصادي بمخزون 150 مليار برميل بقيمة تصل إلى 18 ألف مليار دولار، فيما احتلت روسيا المرتبة الأولى في القائمة التي ضمت 18 دولة بقيمة احتياطية ب 41 ألف مليار دولار، وجاءت إيران ثانية باحتياطي قدره 35 ألف مليار دولار، ومن ثم السعودية، فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية. ربطت الحكومة العراقية إرسال رواتب الموظفين في إقليم كردستان بإقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي للضغط على نواب الإقليم كي يسارعوا إلى المصادقة على الموازنة. وتعارض حكومة كردستان حصول الإقليم على 11% من موازنة العراق، وتطالب بحصة تبلغ 17%. المتحدث باسم التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤيد طيب حذر من عواقب وخيمة على العراق إن لم ترسل الرواتب، مؤكدا أن الإقليم لن يتهاون أمام ذلك. أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية العراقية عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين كردستان وبغداد بشأن تصدير النفط، مشيرة إلى استمرار رفض الكرد على إشراف سومو على التصدير. وتعد قضية استخراج وإنتاج وتصدير نفط من إقليم كردستان إلى تركيا حسب اتفاقيات بين الطرفين من أهم نقاط الخلاف بين أربيل وبغداد، حيث تصر أربيل على دستورية الإجراءات التي تقوم بها، فيما تعترض بغداد على تصدير النفط من دون موافقتها وإيداع مبالغ بيعه لدى شركة سومو. قررت محافظة كركوك تشكيل لجان فنية لفرز أراضي سكنية تمهيدا لتوزيعها على عدد من الفقراء، بعدما كانت تصطدم سابقا بملف نزاعات الملكية على الأراضي. وكانت الحكومة العراقية قررت في حزيران يونيو الماضي تخصيص أراضي سكنية بمساحة 150 مترا مربعا لتوزيعها على المواطنين الفقراء في بغداد والمحافظات الأخرى. ويعاني العراق من أزمة سكن حادة، وتقدر الحكومة حاجته إلى نحو 2,500,000 وحدة سكنية وسط ارتفاع أسعار العقارات والشقق السكنية.
نكتفي بهذا القدر من الأخبار الاقتصادية. نشكر لكم حسن المتابعة. الموعد يتجدد عند 6:30 مع الاقتصادية المفصلة.